مرحبا، معكم عماد، وبهذا الفيديو راح اتكلم عن قصة لعبة بوكيمون ليجندز بالتفصيل، يعني راح يكون في حرق، اكرر في حرق بالمقطع، وجزء كبير من الحرق راح يخرب عليك متعة اللعبة اذا ما كنت لعبها وناوي تلعبها. غير هيك اذا ختمت اللعبة لغاية الكريدتس فلا تحضر الفيديو، لانه القصة بتبدأ بعد النهاية. حاول تخلص المهمات كلها وبعدها حياك، راح تعرف معلومات حلوة ومش موجودة في اللعبة، وبتفسر القصة بشكل منطقي اكثر. أرسياس هو أول بوكيمون ظهر في العالم، بدأ ظهوره في مدينة سينو، وهو اللي عمل عالمها، وبدأ يعمل بوكيمونات ثانية تعيش في العالم، وأول بوكيمونات عملها هي ديالجا، بالكيا، جيراتينا، وكل واحد عنده قوة خاصة فيه بتميزه عن غيره. ديالجا كان بتحكم بالزمان، وبالكيا كان بتحكم بالفضاء، جيراتينا كان بتحكم بالأبعاد. بعدها أرسياس عمل ثلاث بوكيمونات، وهم مسبريت اللي بيمثل العاطفة، ويوكسي اللي بيمثل المعرفة، وأزلف اللي بيمثل الإرادة. هذول كلهم شفناهم ولاحظنا عليهم هالشي من اللعبة. وبعيدا عن أرسياس نروح للمستقبل شوي، شخصية دون ولوكاس لما صار عمرهم 10 سنوات بدأت رحلتهم في عالم بوكيمون، وانطلقوا في مغامرة داخل مدينة سينو عشان يكونوا أبطال المدينة مثل ما شفنا مع آش في الأنمي. مغامرتهم تخللها عقبة كبيرة وهي تيم جالكتيك اللي كان يقودهم شخص اسمه سايرس. هذا كان يحاول السيطرة على قوة ديالجا وبالكيا عشان يسيطر على العالم من خلالهم. لوكاس ودون بمساعدة بطلة المدينة سينثيا قدروا يوقفوا تيم جالكتيك وزعيمهم سايرس ويعيدوا الأمان لمدينة سينو. هاي أحداث لعبة بوكيمون دايموند أند بيرل اللي في بدايتها راح تختار إما تلعب بشخصية لوكاس الولد أو شخصية دون البنت، وبعد ما تنقذ المدينة راح تكمل مشوارك لتتحدى الأبطال الأربعة، وبعدها بتتحدى سينثيا وبتصير بطل المدينة. سينثيا من أهم الشخصيات في الجزء، وضروري نعرف عنها كم معلومة. كل جزء من سلسلة بوكيمون له بطله الخاص فيه، مثل ما شفنا ليون في سورد أند شيلد أو لانس في فاير ريد وليف جرين. سينثيا بطلة مدينة سينو ومعروفة بحبها للتاريخ والاستكشاف، وبتضل تتجول في عالمها وتحاول توصل لأسرار وتاريخ العالم وعلاقة البوكيمونات فيه. ولما تتحداها في اللعبة بيكون معها 6 بوكيمونات، وهم سبيريتومب اللي دائما تطلقه في البداية، وريزيريد، لوكاريو، ميلوتيك، توجيكيس، غارتشومب، وهو أقوى بوكيمون عندها. هلأ نربط أحداث الماضي بالحاضر شوي. معظم شخصيات بوكيمون ليجندز بتشبه شخصيات من عالم ألعاب بوكيمون، وهذا غالبا بيعني أنهم أجداد الشخصيات اللي بنعرفها. يعني مثلا بروفيسور روان من لعبة دايموند أند بيرل بيشبه كوماندر كامادو من ليجند أرسياس، ومساعدته سيلين بتشبه سايرس زعيم تيم جالكتيك. في بوكيمون ليجند أرسياس بيحكولك في البداية انه شخصيتك وقعت من السماء، وبيبين انه أرسياس هو اللي وداك لهذا المكان والزمان، وبطلب منك تجهز نفسك لتقابله. فاذا حكينا انه معظم الشخصيات إلها علاقة بشخصيات من السلسلة الرئيسية، فمعناها شخصيتك الرئيسية في اللعبة هي نفسها شخصيتك في دايموند أند بيرل، واجت من المستقبل بطلب من أرسياس لتنقذ الماضي من محاولة التغيير فيه. شخصيتك في اللعبة هي نفسها لوكاس أو دون حسب اختيارك، وعمرها بيكون 15 سنة، يعني بعد أحداث دايموند أند بيرل ب5 سنوات، وهذا ما بيحكوه بشكل صريح بس تقدر تستنتجه، بالإضافة أنه واحد من المسربين نشر هالكلام على تويتر. طيب إذا كل الشخصيات بتشبه شخصيات رئيسية من السلسلة، البروفيسور الموجود في اللعبة من وين جاي؟ تقدر تحزره من وين جاي؟ هو الواضح أنه الوحيد الجديد في اللعبة وما له شبيه، بس في معلومة غريبة ما بعرف إذا لاحظتوها أو لا. إذا فتحتوا البوكيدكس على البوكيمون رايتشو تطور بيكاتشو، راح تلاحظوا أن البروفيسور كاتب رايتشو بيقدر يستخدم كهرباء قوتها عالية لدرجة أنها بتهزم كوبيراجا من مدينته. كوبيراجا عبارة عن بوكيمون فيل هندي موجود في مدينة جالر من لعبة سورد أند شيلد، معناها غالبا البروفيسور من هذيك المنطقة وجاي يعمل أبحاث في هاي المدينة. المهم نكمل بالقصة. شخصيتك في اللعبة راح تلاحظ وجود خلل اسمه Space Time Distortion، وبيبين أثره فوق الجبل. الناس بالمدينة بيكونوا جديد يتعرفوا على البوكيمونات، ومش الكل قادر يتعامل معهم أو يروضهم، عشان هيك اخترعوا كرات البوكيمون ليقدروا يسيطروا عليهم ويدرسوا عنهم أكثر. وبمساعدة شخصيتك في اللعبة اللي عندها خبرة كبيرة في البوكيمونات بس فاقدة الذاكرة، المدينة بتحاول تكتشف الخلل اللي صاير وبتحاول تصلحه. وأثناء مغامرتك لتختم اللعبة بتعرف أنه ديالجا وبالكيا هم سبب الخلل هاد، لأنهم تمشكلوا مع بعض، وهم كل ما تصير بينهم مشكلة أو حد يجبرهم يهاجموا بعض الناتج بيكون هذا الخلل، فأنت مهمتك تسيطر عليهم وتنهي هذا الشيء. لكن القصة الحقيقية بتبدأ بعد ما تختم اللعبة.
راح تبدأ مغامرة صيد البوكيمونات الأسطورية ودراسة أوضاعهم وأماكنهم عشان تجمع إشي اسمه بليتس إلهم علاقة في أرسيس، وهم عبارة عن 18 صفيحة أو قطعة معدنية، وكل واحدة منهم إلها نوعها الخاص اللي مرتبط بأنواع البوكيمونات. في مغامرتك راح تحصل على بعضهم سواء من النوبل بوكيمون أو من الجارديانز، وراح تساعدك بالنهاية شخصية اسمها كوجيتا وتحكي لك معلومات عن أماكن البوكيمونات الأسطورية وكيف ووين بتلاقيهم. بس مين هاي كوجيتا؟ من وين اجت؟ صراحة ما في أي معلومة لهلأ، وحاولت كثير أدور على تفاصيل بس ما في. أتمنى نعرف عنها أكثر في DLC، ولا حتكون فجوة في القصة، لأنه كيف هاي بتعرف كل هالمعلومات بالإضافة لأنها بتعطيك الفيري بليت؟ هذا منطقي لأنها بتعرف البوكيمون الأسطوري المعاق إناموراس اللي نوعه فيري، بس من وين لها هاي المعلومات كلها؟ بالنسبة لتحليلي الشخصي، كوجيتا هي وجه ثاني لشخصية سينثيا، وهذا الوجه هو المتعمق في الأبحاث والعلم والدراسة بدون حب القتال والقوة والمغامرة، وهي الشخصية الحكيمة اللي بتلجأ لها لتعرف عن البوكيمونات خاصة الأسطورية. بس من وين تعرفهم وليش عندها كل هالمعلومات؟ هذا اللي أتمنى يوضحوه بإضافة. نرجع للقصة، هدفك كان تجمع البليتس برافقك فولو بطريقك لتجميعهم. فولو هو شخصية ثانية بتشبه سينثيا، ومع أنه لابس ملابس التجار في اللعبة بس بضل يتنقل ويستكشف في العالم، وبتحس عنده فضول ليعرف كل شيء. وبس تجمع 17 بليت من أصل 18 تكتشف المفاجأة في اللعبة، وهي أنه لحظة هاي فيها أكبر حرقة في اللعبة، وهيني حذرت. المهم راح تكتشف أنه فولو معاه البليت رقم 18 وهي نوعها غوست، وأنه هو الفيلن الحقيقي في اللعبة، وهو سبب كل المشاكل في العالم. أنت من شكل فولو راح تتوقع أنه من أجداد سينثيا، بس في الواقع هو مش معروف من وين إجا ولا معروف علاقته بسينثيا بالضبط. ممكن يكون من مستقبل سينثيا مو من ماضيها، وممكن من الماضي، بس بيحمل نفس صفاتها وطريقة تفكيرها وقوتها، لكن على شريرة شوي. فولو بقاتلك بست بوكيمونات، راح يبدأ معاك بسبيرتوم مثل ما بتبدأ معاك سينثيا، وبعدها روزيريد، لوكاريو، توجيكس، غارتشومب. راح يختلف معاه بوكيمون واحد وهو هيسويان أركناين بدل ميلوتيك، لأنه ميلوتيك للأسف مش موجودة في اللعبة، وغارتشومب هو أقوى بوكيمون عنده. وبعدها بظهر جيراتينا وبتكتشف الحقيقة وراء كل شيء في العالم. فولو بيكون حكي لك قبلها أنه جيراتينا هو الابن المنبوذ لأرسيس، وأرسيس نفى جيراتينا عشان يحاول يهاجمه أو يقتله. فولو ما كان معتقد بوجود أرسيس، بس لما تأكد من وجوده حط هدف له بحياته أنه يقابله ويحاول يسيطر على قوته. والسبب الرئيسي من هالموضوع أنه الأستاذ فولو مش عاجبه شكل العالم الحالي، وبده يعيد بناؤه من الصفر، بده يمحي كل البوكيمونات والبشر الموجودين ويبدأ من جديد يبني شيء على مزاجه. يمكن متنرفز من جرافيكس اللعبة وبهاي معاه حق. المهم فولو قرر يقابل جيراتينا في طريقه للبحث عن أرسيس، وشكل حلف معاه للوصول لأرسيس، لأنهم الاثنين هدفهم واحد وهو هزيمة أرسيس. فولو قبل ما تتحداه بطلب منك تسلمه الصفائح 17 اللي معاك، بس طبعا بترفض هالشي، ولما تنتصر عليه بيعصب وبصير يردح وبيكون مستغرب من الخسارة، مع أنه جهز حاله بشكل كبير لهاي اللحظة، وهذا الشيء واضح من اختياره للبوكيمونات. وبصير يحكي لك انك مبعوث من العالم الخارجي بس عشان توقف مخططه. وهون بيبدا يظهر البوكيمون الاسطوري جيراتينا في تحدي يعتبر اقوى واصعب واجمل التحديات في سلسله بوكيمون، وبس تهزمه راح يتحول للفورم الثاني ويرجع يقاتلك، كانه قتال 8 بوكيمونات بشكل متواصل. اذا ما كنت مجهز نفسك للقتال اكيد راح تخسر. المهم بعد ما تهزم جيراتينا بالتحولين تبعونه بهرب، وبيعصب فولو وبيحكي له بعد كل اللي عملته عشانك وعشان هدفنا تهرب بالاخر، وبيعترف انه سبب وجود الخلل اللي صار في العالم، وبقعد يردح مستغرب ليش انت موجود في الحياة، وبيحكي لك انك انت نزلت من السماء بس عشان توقف خطته، وبتركك وبيروح. هلأ بصراحة مش واضح بالضبط اذا كان فولو من هذا العالم او لا، بس هو فاهم اكثر من غيره بتدريب البوكيمونات وبيعرف تفاصيل عن العالم بتخلي الواحد يشك انه جاي من المستقبل. هون انت بتكون انقذت المدينة من مسبب الخطر الحقيقي. من بداية اللعبة للنهاية ما بتكون قربت من فولو اصلا ولا بتعرف عن جيراتينا شيء، عشان هيك القصة بتبدأ معك بعد ما تختم اللعبة. وبعد انتصارك على فولو بتحصل على مزمار اسمه أزور، وهو اللي بيسمح لك تقابل أرسيس، بس بشرط تكون جمعت كل البوكيمونات باللعبة. وبس تقابله بتتحداه بتحدي جميل جدا، وبقرر بعدها يروح معك المغامرة وينضم لفريقك لأنه حابب يشوف العالم من عينيك. بوكيمون هالمرة حاولت تتركز على القصة وتبني حوارات، بس للأسف ما زبطت معها بكل أوقات اللعبة. قبل ما تختمها لو سحبت على كل الحوارات عادي ما راح يأثر كثير على معرفتك للقصة،
بعد ما تختمها وتبدأ مغامرة صيد البوكيمونات الأسطورية، هون بتفهم وبتعرف كل شيء بشكل حلو، بس ما عدا القصص الجانبية في اللعبة اللي بتتعلق في البوكيمونات مثل الجارديانز أو النوبل بوكيمون. هذول حلوين وأعطوا إضافة جميلة للعبة. وهيك بنكون نهينا سلسلة فيديوهات بوكيمون ليجندز، راح تلاقوها في قائمة خاصة بالقناة باسم اللعبة. أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها، وإذا عندكم أي ملاحظات ممكن تساعدونا في تطوير المحتوى، شاركونا فيها بالتعليقات أو على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بشكركم على دعمكم المتواصل وتعليقاتكم الرائعة، ونراكم في قصص أخرى.